الغد. لسه كمان عندنا بعض المواضيع الاخرى على السوشيال ميديا، ولسه مع الوطن سبورت وبيقولوا ايه، بيقولوا تخطيط الاهلي تجتمع مع فايلر عقب التتويج بالدوري. خليني اقول لحضراتكم ان مفيش اي اجتماعات تم تحديدها لحتى الان بخصوص الـ يعني اجتماعات مع مستر فايلر او مع الجهاز الفني من قبل كابتن محمود الخطيب او حتى مع لجنه التخطيط. مفيش اي يعني اجتماعات محدده حتى الان، احنا بس منتظرين ان شاء الله الدوري يحسم بالنسبه للنادي الاهلي، وبعد كده موضوع الاجتماعات لتحديد طلبات مستر ريني فايلر وكلام من ده. الطلبات محدده ومعروفه بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيشتغل على بعض الملفات، التواصل والتنسيق واخر النتائج اللي وصلها النادي الاهلي هيتم الاعلان عنها في وقتها باذن الله تعالى. طيب